كرمت جمعية راديوس وعلى رأسها قادة شفي زوليخة زيتوني رئيسة نادي فتح بن عبد المالك رمضان الناشط في بطولة الجهوي بحضور عدة شخصيات رياضية يتقدمهم الأخضر باللومي مقدمين لها الدعم المعنوي لتحقيق شيء ما في المستقبل. بروميييرمون حبيت نعاون ولاد بلادي، دوزيامون حبيت نقضي شويه على الحرقه، تخوازيامون حبيت نبعد العنف على الملاعب، كاتريامون شوفوا لي فيغ تحدي امراه، ورابعا حبيت يعني الجزائر تكون وحده متوحده، يعني رانا بلاد وحده فريق واحد بالنسبه ليا، وان شاء الله بلادنا يسودوها الهنا والمفاهمه. وجودنا هنا رادياز ولا قدماء اللاعبين، وجودنا هنا في عبد الملك رمضان تكريم الاخت هذه زوليخة اللي دارت الحدث بكل صراحه، لان هي واش ما التصريح تاعها كنت تريزومي كاع نشوفوها هي قضيه ثقافه. اليوم تفاجئنا حقيقه بالاحترام الكبير اللي راهي يعني فريق بن عبد الملك يعني وانصار وسكان المدينه، واليوم شفنا كذلك الحضور الرسمي لممثل الوالي سيد مدير الشباب ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وهو يدل على ان هذه المراه يعني تحظى باحترام كبير، وهي يعني راه كاين يعني ثقه وراه كاين تشجيع.